جدا نعرف رأي كابتن شطة. ما هي كابتن شطة رد، انا ما بردش على فكرة، كابتن شطة هو اللي بيرد. كابتن شطة اهلاوي صعيدي وافتخر، هل يتم نقل مباراة الاهلي والهلال السوداني بعد اقتحام ملعب الهلال؟ يعني هل ممكن، حضرتك عارف ان في مباراة هامة جدا في دوري ابطال افريقيا، نادي الاهلي عنده مباراة يوم 24 مع النجم الساحلي، وبعدها باسبوع اعتقد مباراة الهلال السوداني، والاثنين مباراتين هامتين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه الهلال السوداني في كلام كتير وحوادث سياسيه حصلت داخل البلد خلال الفتره اللي فاتت، فهل من الممكن ان يحدث اي تغيير في ميعاد المباراه، في مكان المباراه، ولا حضرتك شايف ايه؟ لا، انا السودان مستقر جدا، وانا متابع الاخبار بالزبط. انا اهلي كلهم هناك، واصدقائي وزمايلي وفي الجروبات شغالين، بسال دايما عشان على الاقل عندي معلومات. الاحداث الاخيره دي احداث كانت عباره عن يعني بعض الحيه الوحدات اللي في الامن، يعني كانت عندها مشاكل في يعني حاجات بسيطه، حاجات يعني بسيطة في النهايه تم احتواء في سويعات قليله يعني موضوع انتهى. وكان في يعني كان في يعني قفل المطار لفتره معينه عشان بس ما يحصلش حاجات لو حد، والان دلوقتي الحقيقه الطيران عادي جدا والحياه عاديه جدا، وانا متاكد تماما انه هذه الامور مش هتعيق مباراه الهلال والاهلي، ومش عايزين نحمل اكبر من حجمها بالظبط كده. وده اللي عايزين نوصله في نهايه كره قدم والفريقين شغالين. هل في حد اقتحم ملعب الهلال النهارده او امبارح واطلق 60 طلقه، ولا ما تعرفش حاجه؟ يعني انا ما اعرفش عن الموضوع ده، بس لو ده حصل حاجه فرديه، واحد من الناس اللي مثلا ما كانش كانوا بيطالبوا بزياده مرتبات وكده، حاجات فرديه، لكن المشكله الكبيره تم احتوائها والجيش دخل وسيطر عليها في زمن وجيز جدا، وبعد ساعات قليله تم فتح مطار الخرطوم يعني لاستقبال الطائرات، والحمد لله انه ما فيش اي حاجه حتى الان، لكن نتمنى انه ما يحصلش اي نوع من الشغب، عشان مباراة الهلال والاهلي دي مباراه مهمه جدا، وهتحدد من هو الذي يعني هيكون له الحظ في انه يجتاز هذه المجموعه. يعني معانا ايضا احد النجوم الكبار ايضا في عالم التدريب، النجم